مساء الفل ومعاه 20 عود ياسمين بحالهم. النهارده عاملين لكم غدوه لطيفه جدا في بلهنا. الناس لما بيجوا لنا يوم الجمعه ولا يوم السبت بنبقى مش عارفين نعمل ايه ولا ايه، وحاجات كتير. الحكايه مش كتير ولا حاجه، الحكايه حاجه واحده بس تغنينا على حاجات كتير جدا. النهارده قررت اعمل لكم شاورما، بس للاسف ما عنديش البتاع ده اللي بنقعد، ومش الشاورما بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، لا هعمل لكم شاورما من الخروف ذاته على طول بعضمه. فعندنا النهارده فخده هنعملها بسبايسز كتير جدا، وهتشوفوا هنقدمها ازاي. النهارده حلقتنا عباره عن الفخدايه دي والباقي كله سلطات. الفخده دي بقى ايه اللي هنعمل فيها؟ محتاجين قد بتاع 10 سبايسز مختلفين، 10 بهارات مختلفه. عندنا قرنفل، وعندنا قرفه، وعندنا شمر، وعندنا كمون، وعندنا سماء، وعندنا الستار انيس، وعندنا جنزبيل مطحون ناشف يعني، وعندنا جوز الطيب، وحبهان، وتوم، وجينجر، وعصير ليمون. ماشي، حلو الكلام، لطيف جدا. اول حاجه هعملها هاخد الحاجتين بتوعي دول، هو الستار انيس والشمر وليان والكمون، وطبعا نحمصهم بمنتهى السرعه. خلوا بالكم ان التحميص بيفرق في ثانيه، الحاجات كلها ممكن لونها يتغير عندكم. حطيت الستار انيس اهو، بس نشيل الحاجات اللي احنا مش عايزينها. عايزه سرايه واحده، كل ده كتير اهو، يا دوبك كده. وهحط معاه الكمون والشمر. نزود شوية شمر ونحط الكمون كله. وأول ما دول يتحمصوا حلو هنضربهم في الكبة. طبعا لو عندنا الحبهان والقرفة والحاجات دي كلها، كله ينزل مع بعضه في نفس الطاسة وبس. أول ما الريحة بتاعته تطلع كده وتبان، يظهر وبان عليك الأمان، ساعتها نبتدي بالحاجات التانية. اهو عندي هنا بقية الاشياء. نجيب معلقة صغيرة ملح وفلفل كمان. الفكرة بتاعت الفخدة دي ان احنا هننساها لمدة 3 ساعات في الفرن، 3 ساعات ونص مش اكتر. مش هتاخد وقت، مش هتاخد مننا مجهود يعني في العمايل، غير بس شوية الاولانيين دول. عندي هنا الصينية اللي هدخل فيها الفخدة، احضرها خليها لي هنا، ونطلع برضو ده. كل الحاجات تبقى جنبنا لان هي ما بتاخدش ثواني في الاخر، كل الحاجات لما بتتحط على بعض. سكينة حامية ونبتدي نقطعها بالاسلوب ده زي ما بنعمل تقريبا السمك. نعمل ايه سكورينج كده، بس انا بحب افضل اعمل في اللحمه كده علشان السوى كمان يبقى اسرع. وزي ما انتم شايفين احنا محتاجين الدهن بتاعها ده علشان تعمل لنا الريحه الحلوه بتاعت الشاورما اللي احنا كنا متعودين عليها. ده الناس اللي بيتفرجوا من بره مصر، ده اللي احنا في مصر وزاره الصحه بتخلينا، وزاره الزراعه، لازم اللحمه بتاعتنا كلها البلدي تتختم الختم ده عشان نضمن المصدر بتاعها ايه، لو بلدي ولا لا. ولو وزاره الصحه اللي عاملاه يبقى اكيد حاجه كويسه للجسم. احنا بنتعامل باللحمه حتى بالبتاع الاحمر ده عادي جدا، بس كده. نيجي بقى هنا خلاويص، الريحه طلعت، نحط كله هنا كده مع بعضه ونضربه ضربتين. شايفين لسه سخنين؟ ناخد الحاجات بقى اللي احنا طحناها
ونحطها هنا كده كلها مع بعض، بلس الحاجات المطحونه اوريدي. عندنا اهو القرفه، القرنفل ما نزودش منه، حبه هان، جوز الطيب، بابريكا كلها، جنزبيل ناشف، سماق، يعني ميكس عظيم، ثلاث فصوص ثوم عندنا عندناهم. خلينا بقى ايه نشيل الحاجات دي كده كلها، نحط عصير الليمون، ونجيب الجينجر بتاعنا ونبتدي نبشر تقريبا معلقة. ده تقريبا هيعملي معلقة. عظيم، يبقى معلقة صغيرة من هنا. شوية ملح، خلوا بالكم ان احنا حاطين هنا سماق وحاطين عصير ليمون، والاتنين دول مزيزين جدا. شايفين بيبقى بيست حلو ازاي؟ وده احنا ممكن نعمله بقى على اي نوع من اي لحمة عندنا. وخلاص احنا عملنا الماريني بتاعنا كله مظبط. نيجي نجيب بقى الصينية بتاعتنا، حتى لو كانت ستانلس او اي نوع، دايما استعمله فويل من تحت علشان الغسيل. انتوا عارفيني دايما بتاعت فويل وايه ورق زبده. نعمل واحده كده واحده كده. نيجي هنا كده بقى نلبس جوانتي. بس خلاص، شكرا سيدتي. ونبتدي بقى نجيب الرب بتاعنا ده اللي احنا عملناه، ونبتدي نحط جوه اللحمه القطعات اللي احنا عملناها دي في كل حته. ونقلب الناحية التانية نفس الحكاية. الحركة دي بتساوي اللحمة أسرع بكتير، وتقدر بقى تاخد المارينيه اللي احنا عايزينه، تاخد الطعم اللي احنا عايزينه من جوه ومن بره. ولا زيت ولا أي شيء، هي كده. احنا شايفين كم الدهن اللي عليها، ما شلناهوش عشان هو ده اللي هيدينا الطعم. في طبعا طرق تانية مختلفة كتير عن الشاورما، بس أنا بقول لكم تخيلوا إن هي دي بس الحاجة اللي محطوطة عندنا على السفرة. ونحط بقى العيش، وهتشوفوا الحاجات اللي احنا هنعملها لها النهاردة معاها، هتعجبكم جدا. بس إيه، مش عايزة أشيل ولا أضيع أي حاجة من الرب بتاعنا العظيم ده. وناخدها كده هيلة بيلة وننزلها في الكيس. في ال احنا هنخليها كده، وهي لما تستوي هتعمل المنظر ده. دلوقتي هندخلها الفرن بدون ما نحط عليه، بدون ما نقفل الفويل. هتقعد كده لمده نص ساعه على درجه حراره 180، وبعدين هنزود لها كوبايه ونص ميه مغليه، ودي اللي كل شويه ايه نحطها عليها، كل نص ساعه كده نروح نبص عليها ونحط لها شويه قلب. فكده نقفلها كده، وبعدين هنقفلها عليها تدخل الفرن. يبقى إيه، 3 ساعات يا جماعه بالظبط. هنطلعك تاني يا بيضة وبس. وخلاص كده خلص الجزء الاولاني من الحلقه بتاعتنا بتاع الشاورما الفخده العظيمه دي. نطلع فاصل ونشوف بعد الفاصل هنقدم لكم ايه.
بيكم معنا مره تانية في عزومة الشاورما بتاعتنا اللي احنا حطيناها في الفرن قبل ما نطلع الفاصل. ودلوقتي زي ما قلت لكم لما تيجي كده تقريبا تلت ساعه شايفين لونها بقى حلو ازاي، خلاص خدت اللون المرغوب منه. قبل ما نعمل كده احنا ممكن نطلعها بره ونشوف شكلها عامل ازاي. وبعد في الفتره دي بعد اول نص ساعه من السوى على 180 نقوم عاملين ايه، نطلعها. شايفين كل الدهن اللي عليها خلاص نزل، نقفل ده كده عشان يبقى السخونه. ونجيب تقريبا كوبايه ونص ميه ونحطها تحت هنا، ماشي، ميه مغليه. ايوه بالظبط هو ده، هي بتكلمنا اهي وبتقول لنا ان هي مبسوطه من اللي بيحصل فيها. ناخد بقى شويه من الميه دي كل شويه ون ايه نحطها كده على الوش. ريحتها رائعه. بس كده، وبعدين نجيب الفويل تاني. الحاجات دي كلها بقى ايه بنحاول نزقها هنا كده في الفويل. ايوه، ونقفل بقى الحاجات دي ونقفلها بقى، وكل شويه نيجي نفتحها ونطمن عليها. بس اهم حاجه انها تتقفل كويس لان الستيم بتاعها او البخار بتاعها هو اللي هيسويها. بس كده كويس قوي قوي قوي، وندخلها تاني الفرن. وكل نص ساعة ساعة الا ربع كده نقوم حاطين لها شوية من المية بتاعتها. شفتوا انتوا الدهون بتاعتها نزلت كتيرة ازاي؟ عشان كده ولا حطينا زيت ولا يحزنون. ونسيبها بقى شوية. ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ دلوقتي هيحصل بقى كل السلطات اللي ممكن الواحد ياكلها مع الشاورما. أول حاجة هنعملها هنعمل سلطة زبادي اللي هي بالخيار بتاعتنا العادية دي. ايه عندنا؟ عندنا خيار، عندنا زبادي، عندنا عصير ليمون، عندنا توم، نعناع ناشف، وشويه شطه بسيطه، وطبعا ملح وفلفل ابيض لو عايزين، عشان فلفل اسود ناخد دي. ناخد سكينه عظيمه، فين السكينه العظيمه بتاعتنا؟ اهي. اهم حاجه فيها بقى السلطه دي، عاده انا ببشرها بنعمل الساتسيكي، المره دي مش هنعمل ساتسيكي، المره دي هنعمل سلطه خيار. خيار اهم حاجه فيه ان هو يتقطع على قد ما تقدروا رفيع كده اهو. كل ما هي ترفعوه كل ما طعمها هيبقى احلى كتير. وتقدروا يعني عارفين كده اهو، هي وهي تخينه بيبقى صعب الواحد يعملها، وهي رفيعه قوي كله هيدخل مع بعضه في ال. يلا في طبعا الماندولين بتخلي لنا الحاجات كلها مقاس واحد، والحاجات الروبوهات والحاجات اللي احنا بنستعملها في المطبخ في عندهم كده هو قطاع الواحد بس يحط فيها البتاع الزق تنزل لنا كلها نفس المقاس واحد. جميلة. خلاص عظيم كده، هنستعمل الثلاث خيارات. يعني هي سلطات كلنا احنا عارفينها، بس انا بس عايزه اوريكم ايه اللي يمشي معاها والحاجات اللي تتحط معاها في السفره بتاعتنا اللي هي الغداء بتاعنا بتاع بعد الظهر ده. خليني دلوقتي احط شويه ملح مش كتير، احط ليمون، عصير ليمون، نقلب كده، حط الثوم، ما نزودهاش ثوم بقى، احنا بناكل دي علشان نهدي النفوس من الشاورما. اللحمه مليانه سبايسز بس ما هياش حرقه. حط بقى دلوقتي الزبادي وكله هيتعمل مع بعضه بقى. كله كده يتقلب
حلو ومظبوط. نحط لها شويه شطه بسيطه جدا بتدي لها طعم حلو قوي. واهم حاجه النعناع الناشف. وهي سلطة الزبادي بتاعتنا اللي بنحضرها عشان ناكلها مع الشاورما بتاعتنا جهزت. سهلة وسريعة ويامي. ممكن نعمل نفس الحكاية دي كده مع اللبنة برضو بتبقى حلوة قوي. في الاخر دايما لما بنعمل سلطات لازم نقوم حاطين شويه زيت زيتون على وش كده. يلا انزلي. بس خلاص خلصنا كده الاول. تاني حاجه هنعملها ايه؟ هنعمل سلطه الطحينه وهعملها برضو بالزبادي. نجيب بولة تانية ودلوقتي نحط الزبادي أول حاجة. نعمل كده 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 كده. هنيجي كده ونجيب معلقة تانية. أوكي نتصرف نحط شوية طحينة كده لمبة طالة. نقلب قلب 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 تبقى كريمي بشكل غير طبيعي. نحط معاها شوية ليمون مش كتير ولونها يجنن. كمون طبعا لازم اي سلطة زبادي سلطة طحينة يبقى معاها كمون. نحط معاها شوية شطة برضو. وبعد الشطة ثوم. عايزة معلقة اهي معلقة صغيرة هم كفاية كده. ملح مش كتير وشوية قرفة يعني من بعيد كده. ونقلب قلب 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 كله كده يدخل في بعضه. وسلطة طحينة أضمن لكم إنها تعجبكم جدا جدا جدا. وهنا وادي الطحينة شايفين كريمي ازاي وانا بنزلها. ده من الزبادي ده مفعول بقى الزبادي كده. وبعدين نزوق بقى شويه وخلاص. وخلصنا وبكده خلصنا السلطتين بتوعنا اللي هي سلطه الزبادي وسلطه الطحينه. يا ريت تجربوهم خصوصا الزبادي دي الطحينه اللي بالزبادي. فهنطلع فاصل ونرجع لكم ببقيه السلطات. اهلا بيكم معايا مره تانية في عزومه الغداء بتاعتنا بتاعت الويكند اللي اتقررنا نعملها شاورما مع سلطاتها وتحابشها. دلوقتي قررنا نعمل سلطه بنجر بالزبادي هتعجبكم جدا. المكونات عندنا بنجر زي ما انتم شايفينه بنجيبه نغسله كويس قوي نحطه في الفرن لمده ساعه تقريبا على 180 وخلوه في الفويل تفكوه تطلعوه تعملوه بالطريقه دي وشوفوا بعد كده بقى هنعمل معاه ايه. عندي زبادي عندي حامل انا الزعتر نفسه. عارفين الزعتر الواحد بيحطه على الصبيح الزعتر اللي احنا بناكله بالعيش وزعتر زيت وزعتر. فجايبه سمسم وجايبه زعتر عندنا فريش وسماق وشويه ملح كده عملنا الزعتر اللي احنا بناكله مع الزيت ده. وعندي شويه شطه من الحلوه دي وعسل اسود او دبس بلح
هيبقوا حلوين قوي. انا النهارده مستعمله دبس رمان لاني ما لقيتش عندي ولا ده، بس برضو قررت اعملها. وتوم، ايه بقى اللي احنا عملناه ده كله؟ نجيبه في الهاند بلندر كده. خلوني تاني اكله هنعملها، هنعمل تبوله، بس التبوله المره دي بدل ما هعملها بالبرغل هنعملها بالكسكسي. اوكي، فخلوني ابتدي اعمل الكسكسي علشان على ما اخلص التبوله يكون الكسكسي جاهز. اهو مش هنعمل طبعا كل الكميه دي، عايزين شويه صغيرين جدا. ميه مغليه ويا دوبك نعمله كده ماشي. ونجيب طبق او بلين فيلم او فويل او اي حاجه، المهم ان ايه البخار بتاعه ده هو اللي ايه هو اللي بيساوي. نسيبه بقى كده وننساه، ونيجي هنا تاني بقى عند الزعتر بتاعنا ونبتدي نحط الزعتر، ايه البنجر لونه يجنن. احنا سويناه زياده علشان يترس بطريقه اسهل، ممكن كمان نعمله بالشوكه بس بصراحه انا ايه مستسهله الحكايه. هنحط كل الحاجات هنا، خلوا بالكم وانتوا بتعملوا ده ما تبقوش لابسين حاجه فاتحه طبعا. ونبتدي نشتغل. حلو قوي. بعد كده كل الاشياء بقى اللي عندنا، مش كلها يعني، فين راح الزبادي؟ هنحط هنا الزبادي. طبعا الناس اللي عندهم انيميا البنجر موصوف لهم. شويه توم لطاف، شويه ملح، خلوا بالكم ان هو مسكر. نحط فلفل اسود، هحط شويه من الفلفلايه دي برضو حته صغيره. هي دوبك دي بس كده. في الاخر هحط دبس رمان ويضرب ضربه كمان. يا سلام، حاجه في منتهى الروعه. احط دلوقتي شويه دبس مش كتير، عصير الليمونه، شفتوا السلطات يا جماعه من اكتر الحاجات اللي الناس دلوقتي خصوصا في الفتره بتاعتنا دي بتاعت الخسسان، ولا بقى في اويرنس او بقى في توعيه حلوه قوي على في العالم كله. يعني الواحد دلوقتي لما الواحد يطلع بره في اي وقت لا كل الناس بتجري، كل الناس بتاكل اكل متوازن نوعا ما. اللحمه والحاجات دي ما بقتش هي الكونسرن بتاع الناس في الاكل، لا كله عايز ايه هو الجديد في السلطات، ايه هو الجديد في الحاجات الهيلثي. احنا بيقولوا ان اللحمه بتعمل كوليسترول وحاجات من دي، ما بنقولش لا، بس برضو ربنا عملنا عشان ناكلها، فما نمنعش اي حاجه وما نكترش من حاجه اقل من حاجه، يعني نبقى مودريت، نبقى وسطيين. يا سلام، تعالى بقى كده. السلطه بتاعت الزبادي بتاعتنا خلاص، بس لسه فاضل لها لسه الحلو تكه صغيره. ايه بقى اللي فاضل لنا فيه؟ لا نميل لها اكتر عشان يشوفوهم وبيصوروا. ودوق، لطيفه جدا. ايه بقى اللي فاضل لنا؟ زي ما قلت لكم احنا هنعمل دلوقتي الزعتر اللي احنا بناكله عاده مع الزيت، اللي هو عباره عن ايه؟ عن شويه زعتر عاديين زي دول، على شويه سمسم، على شويه سماق،
حلوين، واهم حاجه شويه ملح نزود شويه خضار وشويه ملح، وده تعملوه مع شويه زيت يبقى هو ده الزعتر ابو اللي احنا بناكله ده، عارفينه؟ مع شويه زيت زيتون نحطها عليهم، وعلى حتى عيش شامي، عيش بلدي، شويه زيت وده عليه ودخلوه الفرن، حاجه في منتهى الجمال. بس خلاص وخلصنا السلطه الثانيه، فكده عملنا السلطه دي والسلطه دي، فاضل لنا التبوله. ايه بقى اللي احنا هنحتاجه في التبوله؟ زي ما قلنا اتفقنا ان احنا هنعمله المكان ده اللي هو كله مش شايفينه، هو عباره عن ايه؟ كان كسكسي، وعندنا البقدونس مقطعينه صغير قوي، الطماطم خدناها وقطعناها، فاكرين عملناها كذا مره اللي احنا بنشوف بس ناكل حته اللحمه بتاعتها بدون القلب. هنجيبها ثوم، عصير ليمون، بصل اخضر، نعناع فريش، دي مهمه جدا جدا في التبوله. كل الحاجات زي ما احنا متعودين كده على بعض. النعناع شويه حلوين، نقطف النعناع وبعدين نقطعه. بصل اخضر، اخبرنا ايه، نجيب شوكه، نجيب الشوكه كده وبس، بالشوكه بس ايه، شايفين مش صعبه خالص. كسكسي ده كل شويه اقول لكم انا بنتي دلوقتي كل معظم اكلها كسكسي من كتر سهولته، بس طبعا هي ما بتعملوش كده بس، هي تحط زيت زيتون، شويه زيت زيتون معاه، تحط السبايسز اللي هي عايزاها، وعليه شويه المرقه او الميه بس من غير اي حاجه، وبقى عندنا طبق لطيف جدا. فزي ما قلت لكم بدل ما هنستعمل برغل هنستعمل النهارده كسكسي، بس مش هستعمل كتير، ما بحبش يبقى فيه في التبوله بالذات برغل او كسكسي كتير، بحب احس اكتر بالخضره. بس حد عايز ياكلها بقى بالسكر شويه دول. ناخد مكان البقدونس ده ليمونيه، زيت زيتون، فلفل، ثوم هنا، ناخد عصير ليمونه كده لطيفه، معلش انا بستعمل مكان البقدونس، زيت زيتون شويه حلوين كده بقى، فلفل اسود، ملح، وتوم. هحط هنا تقريبا فص توم مهروس، حط شويه الملح بتوعي للسلطه كلها، فلفل اسود، قلب 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 قلب، ده بس الدريسنج، ولا سماء يتحط، التبوله ما فيهاش سماء، الفتوش فيه سماء، حاجات تانيه كتيره فيها سماء بس مش التبوله يا جماعه، هي كلها ليمون وزيت زيتون وشويه توم وملح وفلفل، ده الدريسنج بتاع التبوله. الطماطم بنحطها دايما اخر حاجه. يلا نزود لها طماطم. وخلاص كل الحاجات دي كده تتقلب مع بعض. شايفين لونها الاخضر هو اللي غالب. ونحط عليها الايه الدريسنج الجميل ده. قلب قلب قلب، نبتدي نحطها في طبق بتاع التبولة. وخلصت، مش عايزه اسيب فيها حاجه. وخلصت كده التبوله معانا، استنونا للفقره اللي بعد دي برضو فيها حاجات مختلفه وهتعجبكم جدا جدا، اشوفكم بعد الفقره.
مساء الفل، اهلا بيكم مره تانية. رجعنا لكم تاني بالشاورما، اديني طلعتها وسبتها تهدى شويه عشان بعد كده اقدر اشيلها من هنا لهنا. شايفين كم الدهن اللي لازم منها؟ ناس كتير جدا يحبوه يقدروا ياكلوه بالعيش، وناس اللي مش عايزين ياكلوه ما ياكلوش، بس هو حلو. حاجه مهمه جدا بيعملوها كل البلاد الشام لما يتاكل شاورما او لحمه، اهم حاجه تتعمل شويه بصل احمر كده اهو من بتاعنا الجميل ده، ويتحط عليه شويه سماق وزيت زيتون، وهو ده اللي هيبقى زي ما انتم شايفين. انا جبت الطبق اللي انا هقدم فيه الفخده وحاطه تحتيه كله عيش شامي لبناني، بقى بيسموه شامي ولا لبناني، هو شامي. ونشوف بقى اللي هيحصل. خلصنا كده البصل بتاعنا كله، نحطه في البوله دي. حط شويه سماق، زيت زيتون، واحط شويه ملح صغيرين قوي، و في شوية بقدونس كده. تعالى يا بقدونس. احنا صرفنا كتير النهاردة في العزومة دي بس في الفخدة، والفخده عاده كل ما تبقى صغيره من كيلو ونص لاتنين كيلو كل ما تبقى احلى. ما لقيناش، لقينا 3 كيلو النهارده، بس يعني كل ما الفخده بتاعت الخروف تصغر طبعا يبقى لام، يعني يبقى ايه بقى، يبقى لام صغير، خروف صغير، فبيستوي اسهل واسرع وطعمه بيبقى يجنن. ناخد بس ايه رشة ملح بسيطة كده، واحنا اوريدي بتاع ده عندنا لمني كده جدا. نيجي على العيش بتاعنا، نحط كل الحاجات دي. هو ده البيد او السرير اللي هينزلنا عليه الفخدة، وهو ده اللي هيتاكل معاها كسلطة. مش احنا عند الراجل لما بنقف ناخد ال البتاع بتاعتنا الشاورما بتاعتنا بيحط لنا بقدونس وبصل وحاجات كده، ونقول لها بقى عايزينها سبايسي ولا مش سبايسي. هي حاجتنا كلها اهي هنا جاهزه. اوكي، وتعالى انت بقى معايا شخصيا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. وعندنا بقى شويه الصوص ده، انا هحطه كده كده على ال بولة. هنا طلع في عندي بصل كتير، حط شوية بصل هنا. لو عايزين بقى تحطوا شوية رمان دلوقتي هيبقى حلو قوي معاها، ده وقت الرمان، فنلعب باللي موجود عندنا. اغسل ايديا واجي حالا. خدها كده هيلا بيلا وديها هناك، وايه تقعد جنب اخواتها اللي هتتاكل معاهم بالسكينه بتاعتنا اهي. هوريكوا قد ايه هي تندر وبتقع من العظمه نفسها. ودلوقتي بقى هنبتدي نعمل الحلو بقى، يا حلو اللي احنا النهارده هنعمله. يعني هنعزم الناس على غدا بدون ما ياكلوا حاجه حلوه يعني ما يصحش. النهارده عاملين مرانج او عاملين بافلوفا، نقول بالفواكه اللي عندنا. ايه البافلوفا؟ البافلوفا عباره عن مرنج، واحنا عملناها قبل كده 700 مره، بس هي حاجه سهله ومش مكلفه الواحد يعملها في البيت. الحاجه الوحيده بس اللي الواحد لازم يركز فيها جدا مع المرنج هو درجه حراره الفرن 140 150،
يعني مش عالية خالص، بتقعد ساعة. ماشي، بس ايه هي بقى الحاجات بتاعتنا؟ عندنا 4 بياض بيض، نشغله يطلع كده شوية. ذرة ملح، اول ما يطلع هبتدي احط السكر. دلوقتي خليني احط ده في كيس في بولة. هي البوله طلعت كبيره جدا، بس ايه، هنخليها كده اهو. البيض عندنا زي ما انتم شايفينه بدا يلا، انا حطيت الفانيليا مع السكر وابتدي انزل شويه شويه. خلاص هو كل ما بتسيبوه بياخد هوا اكتر. هو ايديني الواحد يفضل يضرب فيه كده، هو مش اقل من 7 دقائق، بس مش هوجع دماغكم 7 دقائق، بس انتوا عرفتوا الحكايه. فهنجيبها كده اهو. اهم حاجه نعرفها برضو لو المرنج بتاعنا استوى ولا يعني جهز ولا لا، هي حاجه بسيطه قوي اللي هو من البيكس اللي هيسيبها لنا، هل هو هيقع ولا مش هيقع. عايز يضرب لي ضربايه كمان الصراحه، يعني ضربايه كمان. على ما هو بقى يضرب ابتدي اقطع شويه فاوله. خلاص كده بتهيألي احنا قعدنا 7 دقايق بقى بتاعتها. خلاص عظيم. تعالي سباتشولا ننزل كل الحاجات اللي فيها. كده يا اما نعمله بايبنج، يعني نحطه في كيس حلواني ونعمله بالاسلوب اللي انا عملته في الاولانيه، يا اما نخليها على ناتشورال. احلى حاجه على طبيعتها كده، ونقدر بقى نعمل الشيب اللي احنا عايزينها. وزي ما اتفقنا ان اهم حاجه في الميرنج ايه، درجه الحراره تبقى واطيه عشان مش عايزين لونه يغير. فهي في الاخر شويه بياض بيض وسكر بيعملوا لنا اكتر حاجه في الدنيا تجنن، مع الكريمه المخفوقه اياها بتاعتنا دي اللي بقت في كل حته. ولو عايزين مني نصيحه، ما تسكروهاش، لان احنا عندنا ميرنج مسكر قوي. دلوقتي بقى نعمل الشيبنج اللي احنا عايزينه.
خلاص انا عماله بوسع علشان يبقى عامله زي طبق كده اقدر احط فيه الفوتس بتاعتي لما تطلع من الفرن، ونسيبها كده لمده ساعه في وسط الفرن على درجه حراره 130 140 لا هي من 140 ل 150. دلوقتي انا كنت عامله اوريدي واحده، كنت عاملاها بالطريقه الحلزونيه دي بالبايبنج، وبعدين جبنا كريمه المخفوقه بتاعتنا اياها دي، ونبتدي نحط برده كريمه والروفر. انا عايزاها مني تبقى نايمه على، مش هعملها كده عشان مش عايزه اخد كتير لاني ما عنديش شويه كتار، هعملها بالاسلوب ده احسن. الفاكهه اللي عندنا، كنت هقول لكم الخضره اللي عندنا، اي الفاكهه اللي احنا بنحبها، فاكهه الموسم، خليها فراوله، خلوها يوستفندي، خلوها اللي انتوا تحبوه. بس زود كده في الكريمه. الفاكهه بتاعتنا دي اللي عندنا، اللي عندي انا بتاع، لا انا ممكن اشتغل هنا. شوية فراولة كمان معلش، أنا عملتهم كلهم حلقات علشان نفس الشكل، لما نيجي نقطع حاجة نحاول دايما نخلي الحاجات مش حاجة طويلة وحاجة كده، لأن البق بقى بياخد، مش كل مرة أفتح بقي أكتر واحدة، كله يبقى نفس الشكل أحسن. اللي هعمله، كل اللي هعمله حاجة بسيطة جدا، هحط لها شوية سكر صغيرين قوي مع عصير برتقال، عصير ليمون اللي تحبوه، يعني كنا بنعمل فروت سالاد. هجيب لي هنا برتقانية ولا ليمونية؟ خليها برتقانية، هي طرية كده وحلوة وجوسي جدا. وعصور العصير، انا شخصيا مش عايزه احط سكر عشان عندي المرنج مسكر جدا، بس مش عايزين البرتقال دول. ودلوقتي نجيب بقى حاجه نقلبها كده مع بعض، وده هينزل هابهازردلي كده في اي طريقه على الفريم. لو في شوية بقى عنب اسود معاها تبقى بيجنن برضو الالوان، كل ما نحط الوان كتير كل ما الكونتراست يبقى حلو. انا بحب جدا احط مع اي سلطة فواكه بعملها نعناع. مع البرتقال هتبقى حلوه قوي، ومع الفاكهه هتعجبكم جدا جدا. وبكده غدوتنا النهارده اللي مش قرديحي قوي، يعني هي بس اللي كل اللي عملناه ان احنا حطينا للناس حته لحمه قدامهم وبس، ما تطلبوش حاجه تانية ولا رز ولا غيره. عايزين انا كنت قلت لكم هقطع لكم اللحمه عشان تشوفوا قد ايه هي تندر او طريه، وحته ساندويتش ولا عايزينها تبقى شبهها حلو في التصوير، اهي شايفين لونها يجنن وطعمها يجنن، وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في حلقه تانية باذن الله من بلاد اماني رفعت. Thank you.
شكرا.